في تاريخها الحديث عانت الصين من العديد من الغزوات الأجنبية، وخلال أوقات الحرب والثورة لجأ الحزب الشيوعي الصيني إلى المنظمات العالمية مثل الشيوعية الدولية والحزب الشيوعي السوفيتي، محاولاً إحداث ثورة صينية ناجحة والنصر في الحرب ضد الفاشية وكسب السلام للصين والعالم. ودائماً ما كان السلام هو أهم أولويات الحزب الشيوعي الصيني. في الخمسينيات من القرن الماضي طرح الحزب المبادئ الخمسة للتعايش السلمي، بما في ذلك الاحترام المتبادل للسيادة ووحدة الأراضي. تم وضع هذه المبادئ الخمسة في وقت لاحق كأساس للدول الآسيوية والأفريقية لإنشاء صداقة وتعاون في مؤتمر باندونغ عام 1955 في إندونيسيا. لم تتوقف جمهورية الصين الشعبية عن محاولة إسماع صوتها للعالم. في عام 1971 استعادت الصين مقعدها الشرعي في الأمم المتحدة. بعد ثلاثة عقود انضمت الصين رسمياً إلى منظمة التجارة العالمية، وفتحت سوقها الضخمة تدريجياً وجذبت استثمارات أجنبية هائلة. ومنذ انعقاد المؤتمر الوطني 18 للحزب في أواخر عام 2012 كانت الصين تنخرط بشكل أكثر نشاطاً مع العالم. بعد تفشي جائحة فيروس كورونا في أواخر عام 2019 قدمت الصين مساعدات للدول المحتاجة، وبتوجيه الحزب الشيوعي الصيني وبفضل وحدة شعبها استطاعت الصين احتواء الفيروس إلى حد كبير والتعافي من تأثيره السلبي على الاقتصاد. وبالإضافة إلى توفير التطعيمات لشعبها قدمت الصين مساعدات لأكثر من 80 دولة وأربع منظمات دولية، كما قامت بتصدير اللقاحات إلى أكثر من 40 دولة، بينما عملت مع أكثر من 10 دول في مجال أبحاث اللقاحات وتطويرها وإنتاجها. تقدم الصين دفعة أولية من 10 ملايين جرعة لخطة توزيع اللقاحات العالمية كوفاكس. وبشكل عام فقد أرسلت الصين أكثر من 350 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 إلى الخارج، وقد أثبتت هذه الجائحة أنه لا يمكن لأحد أن يكون آمناً حتى يأمن الجميع، وكانت درساً يمكن التعلم منه فيما يتعلق بقضية تغير المناخ أيضاً. وكان الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الرئيس الصيني شي جين بين قد دعا إلى بذل جهود مشتركة في مكافحة تغير المناخ في قمة القادة للمناخ في أبريل. نحن بحاجة إلى العمل على أساس القانون الدولي واتباع مبدأ المساواة والإنصاف والتركيز على الإجراءات الفعالة، ونحن بحاجة إلى دعم النظام الدولي المتمركز حول الأمم المتحدة، ونحتاج إلى الامتثال لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي واتفاقية باريس والسعي لتحقيق الأهداف الدامية المستدامة لعام 2030. قالت الصين إن هدفها هو بلوغ ذروة انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وتستند هذه الالتزامات إلى إنجازات الصين القوية في الحد من انبعاثات الكربون. فضلاً عن أهداف الصين بشأن المناخ، عززت الصين أيضاً التعاون العالي الجودة في المنافع المتبادلة. اقترح الرئيس شي مبادرة الحزام والطريق في عام 2013 بهدف تحسين التكامل الإقليمي وزيادة التجارة وتحفيز النمو الاقتصادي. وحتى الآن وقعت أكثر من 170 دولة ومنظمة دولية أكثر من 200 اتفاقية مع الصين في إطار مبادرة الحزام والطريق. لقد أشرت في مناسبات مختلفة إلى أن مبادرة الحزام والطريق هي طريق عام مفتوح للجميع، وهو ليس طريقا خاصا مملوكا لطرف واحد. نرحب بجميع الدول المهتمة بالمشاركة في التعاون وتقاسم فوائده. يسعي تعاون الحزام والطريق إلى التنمية ويهدف إلى تحقيق المنافع المتبادلة وينقل رسالة أمل. كما أن مبادرة الحزام والطريق تتماشى أيضاً مع اقتراح الرئيس شي لبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.